تدري سلام؟ متندم لي رجعت الفلوس النزار. لو بقي هنا يمي كان حسب قدرت انطيها للمحامية هديل. يا أبا لا تندم خلاص. البنية قلت لك ما تريد تاخذ اتعابها. بعدين أنا راح أساعدك باللي أقدر عليه. سلام يومية تفتح لي هذا الموضوع؟ دا أقول لك ما راح أخليك تاخذ من مصرف البيت وتطيني. بس الساعة بالعشرة. يلا روح للنادي يلا. يلا قوم. مو بالعشرة بعدها عشرة إلا ربع. بعد ربع ساعة. أصيل. شهد بعد ما اتصلت بيك ولا مرة؟ لا. كل مخابرة تليفونها مغلق. يمكن غير الرقم. ما أعرف. أصيل بصراحة لا تزعل مني. أحس شهد يعني من سافرت لحد الآن نسيتك نسيت كل شيء عنك. ما أعرف والله. يا أخي يعني ما حاربت حتى تبقى وياك.